قصة العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال لم تطوي كل حكايتها. قبل نحو 8 أشهر هنا فقد سكريبال وابنته الوعي، لتكتشف الشرطة بعدها أنهما تعرضا لغاز الأعصاب النوفوتشوك، واتهمت الحكومة روسيا بالوقوف وراء الحادث. الشرطي الذي أول من وصل لمنزل الضحيتين نال نصيبا من غاز الأعصاب الذي يقول المحققون إنه وضع في مقبض باب منزل سكريبال. الآن يتحدث لأول مرة بعد تعافيه. كنت خائفا، والخوف هو من المجهول، لأن هناك أمر خطير في داخلك، ومع معرفتي كيف كان وضع سكريبال وابنته ومدى سوء تأثرهما به كنت متحجرا في مكاني. الحادث أودى أيضا بحياة مواطنة بريطانية بعد لمسها لحاوية عطر تعتقد الشرطة أنها مليئة بالغاز وكادت أن تقتل الآلاف. كانت طريقة شنيعة وخطيرة لفعل هذا الشيء لدرجة أنها أثارت غضبي. تظهر هذه الصور الجديدة رجلين يشتبه بضلوعهما بالحادث. تقول الشرطة البريطانية إنهما وصلا لمحطة قطار سولزبري 4 مارس الماضي، أي يوم الحادث. هنا بحسب الشرطة أيضا في طريقهما لبيت الضحية، أما هذه فتظهر وصولهما لمحطة القطار قبل التوجه لمطار هيثرو في لندن ومنه إلى موسكو. الرجلان قدما إلى مدينة سولزبري للسياحة كما يقولان، لكن المسؤولين الأمنيين البريطانيين يعرفونهما كعنصرين من الاستخبارات العسكرية الروسية. موسكو من جانبها ترفض هذه الاتهامات وتنفي بأن المتهمين هما عناصر أمنية روسية. أما الشرطة هنا فهي مستمرة في تحقيقاتها حول المتهمين، وناشدت كل ما لديه معلومات للإدلاء بها، على أمل أن تقود هذه التحقيقات إلى توجيه التهم لهما ومحاكمتهما على الأراضي البريطانية. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.